بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة، سعيد جدا أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل الذي ينظمه مجتمع المدني وفرع حركة التوحيد والإصلاح، التي في عنوانها وفي اسمها التوحيد والإصلاح هي مفردات لمشروع مجتمعي كبير. أكيد أن الوصول إلى مشروع، إلى مجتمع التوحيد والإصلاح، أجيال وأجيال وأجيال، لأن تحت كلام التوحيد وكلام الإصلاح العديد من المعاني والمبادئ والأفكار والقيم المجتمعية التي لا زال في وطننا بحمد الله من الشيء الكثير جدا، ولكن كذلك بكل مسؤولية فقدنا منه الشيء الكثير كذلك. فاسترجاع معاني التوحيد ببعدها العقدي، ببعدها المجتمعي المتضامن، ببعدها السياسي المندفع نحو الإصلاح، كل هذه المعاني اليوم تحتاج إلى أجيال من المصلحين والموحدين. ليس عبث أنه في تاريخنا كان هناك هذا الاسم في السياسة. اليوم هذه المعاني تحتاج إلى أجيال تجددها باستمرار لكي ننتج إن شاء الله وطناً جميلاً رائعاً يعتز فيه أبناؤه وبناته بالسلم والاستقرار والإصلاح المستمر للشأن العام، من أجل مجتمع الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات. والمجتمع المدني اليوم يعني في صلب هذه المعركة بكل تأكيد. الموضوع حول الإعلام، سأساهم معكم ببعض الأفكار. الإعلام شخصيا أنظر إليه من زاوية أنه سلطة، سلطة، والصراع في العالم يدور حول أمرين أساسيين، حول السلطة وحول الثروة. ومن أمسك بالسلطة وبالثروة وأحسن تدبيرهما فإنه ينفع الناس ويكون رحمة للناس، ومن أمسك بهما كلا أو بعضا وأساء استعمالهما فإنه يكون وبالا على الناس. ولذلك اليوم الإعلام في صلب صراع السلطة بوضوح. الإعلام في معادلة الصراع حول السلطة. الحمد لله أنه تطور البشرية والتكنولوجيا نقلت الشعوب من إعلام مملوك للإدارة للدولة في المنطقة القديم إلى إعلام اليوم مفتوح للمجتمع. اليوم التكنولوجيا مكنت كل إنسان في أي مكان في العالم أن يكون إعلامياً بامتياز، أن ينقل الخبر، أن يرسل التعليق، وأن يعبر الرأي العام وفق قناعته وفق ما يراه. وبالتالي فكل من يحسن استعمال التكنولوجيا اليوم يكون فاعلاً إعلامياً بامتياز. ولذلك نحن مدعوون في واقع سياسي وطني يتميز بأمور أساسية، أن هذه الخماسية منذ الدستور الجديد إلى نهاية الولاية هي خماسية الإصلاح، هي خماسية تطبيق الدستور وتفعيل الدستور. والدستور أنشأ للمجتمع المدني يعني ركنا كبيرا في علاقته بالسلطة. قبل يومين أنهينا مناظرة وطنية كبرى حول الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، لأن الدستور يعني شرع للناس وفتح للناس أبواب كبيرة لكي يكونوا من صناع القرار، وأن لا يكونوا في حالة اعتقال معنوي وارتهان للسياسيين فقط. الدستور فتح الباب لكي ننتقل من ديمقراطية النخب إلى ديمقراطية الشعب. النخب تأتي عن طريق الانتخاب، صندوق الاقتراع، نصوت ثم ننتظر ماذا يفعلون السياسيون. إن أحسنوا حمدنا الله ودعونا لهم، وإن أساءوا ننتقب وننتظر حتى تعود مرة أخرى الانتخابات كي نعاقبهم، إن شئنا وصلحنا نعاقبهم. إن لم يكونوا قد راكموا من الأموال والثروات والسلط والإعلام ما يجعلهم يزيفون وعي الشعب ويزيفون الإرادة الوطنية ويعودون من جديد ونحن كارهون إلى السلطة.
الدستور اليوم فتح المجال لكي ننتقل من هذه الديمقراطية التمثيلية التفويضية الضرورية الضرورية. لا بد من انتخابات ولا بد من مجالس وبرلمان وحكومة، لا بد. لكن الدستور الوطني اليوم فتح مجال واسع وكبير يجعل المواطن الفرد يستطيع أن يكون فاعلا في صناعة القرار عبر العرائض مش عارف القانون ديالها، عبر الملتمسات مش القانون ديالها، عبر آليات متعددة في تدبير الشأن المحلي إلى آخره. لكن في مجال الإعلام تحديدا أنا أدعو الشباب عموما، شباب الإصلاح وكل من يحمل مشروع الإصلاح وتفكير الإصلاح، أدعوهم إلى أن يجعلوا من الإعلام سلطة مضادة أساسا لمكافحة الفساد. لمكافحة الفساد، شنو الفساد؟ اختصار شديد، الفساد هو الخروج عن حكم القانون فقط. كل من يخرج عن حكم القانون يجب أن يفضح، يجب أن يعرف الناس كيف يمارس الخروج عن القانون. علاش القانون؟ لأننا اللي كنصوتوا على الناس وكيمشيو للبرلمان وكيتجي القوانين من البرلمان كيصوت على البرلمان بعد جهود وبعد شهور ومناقشات ومرافعات وتعديلات وإلى آخره، يصدر النص، يصدر القانون الذي يعبر كما يقال، يعبر عن الإرادة الأسمى للأمة وينشر في جريدة رسمية ونقرأه نصوصا وفصولا ومواد. ويأتي شخص لأي اعتبار مغرور بالسلطة بموقعه بثروته بأي شيء، ثم يدوس على القانون ويفعل ما يشاء هو، وهذا هو الفساد. الأمة التي لا تحمي القانون أمة ضعيفة مبتذلة. الأمة التي لا تحمي القانون، لا تدافع عن القانون، أمة ضعيفة مبتذلة مهانة. لأن القانون في التعريف هو التعبير عن الإرادة الأسمى للأمة. كيف إذن يكون هناك قانون أي تعبير عن إرادة الأمة من خلال برلمانيها وحكومتها ومجتمعها، ثم يأتي أشخاص منتخبون أو سلطة إدارية أو مقاولون أو ليسوا أدري ويتفقون لكي يعطلوا القانون؟ وعندما يعطلوا القانون نرى ما نرى في المجتمع، اختلالات، ومن مفاسد عنوانها عدم احترام القانون أو مخالفة القانون أو السطو على القانون أو احتقار القانون إلى آخره. الإعلام اليوم يملك، وقد فعل هذا ويفعل هذا عالميا ووطنيا، بآلة تصوير، بمقالة، بتقنيات الشبكات الاجتماعية، بكوكب القارة الزرقاء الفيسبوك، نستطيع اليوم أن نمارس سلطة على صناع القرار. فالإعلام هو سلطة، ولهذا هو موضوع صراع. ربما تسمعون بين الفئة الأخرى أن هناك أشخاص من ذوي الأموال اشتروا موقعاً إلكترونياً لأنه موقع يدخله يومياً يعني ربما مئات الآلاف من الناس يشترونه، وعندما يشترونه يوجهونه وفق خطهم التحريري ويوظفونه لمصالحهم. وكما تعرفون يشترون الصحافة، يشترون الصحفيين، قد يكون الصحافي عند الناس في مرحلة من تاريخ عمره صحافيا مناضلا، ثم يأخذ في الانحراف التدريجي إلى أن يصير عدوا للقانون ويصير فضيحة بين الناس، إنه يبيع قلمه بدراهم عدة من المال الزائل. إذن الإعلام سلطة، والإعلام ثروة وطنية، ونحن يجب أن نكون جميعاً بلا استثناء شركاء في الدفاع عن السلطة وتوظيفها لخدمة الوطن ولاحترام القانون ومكافحة الفساد. إذا كثر في المجتمع الشباب، وأنا أحيي بالمناسبة الشباب لأنهم
والشابات طبعا، اذا ما نقول شباب شبابا وشابات، احييهم لانهم بلا استثناء هم ابطال القاره الزرقاء. يسمونه مجتمع افتراضي، يسمى مجتمع افتراضي، هو مجتمع حقيقي، هو سلطه حقيقيه. انا اقول لكم كثير من الناس الان المسؤوليه يخافون من الاعلام الوطني الشعبي، اعلام القرب، اعلام الموقع، اعلام الشبكات الاجتماعية، اكثر ما يخافون من كثير مؤسسات الدولة. يخافون من ان تمسك بهم كاميرات الشباب والشابات ومقالاتهم وعناوينهم ولقطاتهم. فلهذا يجب ان نثق بان الاصلاح وراءه قوة مجتمعية هائلة، هم الشباب والشابات في هذا الاعلام الذي يريد ان يكون اعلام قرب، اعلام تفاعل مع الواقع، اعلام اصلاح، اعلام كفاح ضد الفساد وشراسة في مواجهة الفساد، من اجل ان نبني لوطننا ان شاء الله وطنا حرا كريما يكون فيه الحكم للقانون. الحكم للقانون، ولا ما عجبناش القانون شو نغيروه، ماشي نعملوه ونصدموا عليه. كاين فرق، قالوا ما عجبناش قاصر ضعيف في مشاكل نمشيو نبدلوه. هذا هو دور البرلمان، دور غدا ان شاء الله ملي غادي يجي المجتمع الذي الدور ديال التشريع في اطار المتماسك غيبقى المجتمع يشرع كذلك بالاضافه للبرلمان وغير الحكومه. ولكن ان ندوس على القانون ونهين القانون ونهين المؤسسات ونصنع نحن القانون، نحن نصنع لكل منا قانونه الخاص، هذه مجتمعات الغاب مش المجتمعات المتحضره، المجتمعات الانسانيه. لذلك ايها الشباب ايها الشابات، مزيدا من النضال الاعلامي والانخراط في الدفاع عن القانون وحكم القانون والتصدي للفساد من كل موقع وفي كل جبهه، من اجل ان نعبر الطريق نحو الاصلاح وتوحيد الامه على المقاصد العليا والكبرى التي هي مختزله في هذا الشعار الكبير، شعار الله، الوطن، الملك، وهو شعار خالد يتضمن كل عناوين هذا المشروع المجتمعي. شكرا لكم والسلام عليكم.